زي ما حضرتك شايف الفرقة كانت في حتة وبقينا في حتة تانية خالص ما شاء الله، يعني بس اصل كأداء احنا ما لعبناش فرقة قوية، ازاي؟ ما لعبناش فرقة قوية، يعني مش انا اللي بقول، انا بقول دايما دايما بقول ايه، ان احنا لا لعبنا كل الفرق المحترمة ومدربين عظام وكبار، كابتن حسام، كابتن مختار، كابتن مجدي عبد العاطي، بقية المديرين الفنيين اللي احنا لعبناهم، ما اعرفش الناس حد في دايما انا بسميهم من لا يشجع النادي الاهلي، دايما اللي ما بيشجعوش انا يقول لك ما لعبوش حد فريق كبير لغايه دلوقتي. لا يعني ما انا عكسك الصراحه، انا لا ما لا عكس انا ايه، ما انا شايف معاك على فكره، انا بقول لك هم اللي بيقولوا مش انا. تمام. لا انا شايف بصراحه ان كل الفرق بصراحه فرق كويسه جدا، واحنا يعني احنا مستوانا تطور. بصراحه جدا جدا يعني، اصل انت متابع من وملاحظ بره يعني. فممكن تقول لنا برضو على ايه الفوارق اللي كان انت شايفها، اصل انت قريب من الفرقه معاهم على طول كل يوم على الاقل الفتره تمام اللي فاتت، وفي نفس الوقت كنت مع الفريق برضو في الفتره اللي كان فيها المدير الفني السابق مستر لاسارتي، ايه الفرق يا محمد من وجهه نظرك؟ والله انا شايف يعني، انا ما اصلا ما لحقتش يعني اشوف يعني، ما لحقتش انا تشوف لاسارتي ولا اشوف حتى موبايلك. حد يعني لسه راجع، فانا اتمرنت بيتهيألي اسبوع بس مع مستر لاسارتي يعني، فما لحقتش اشوف حاجه خالص يعني. يعني انا جيت اتمرنت، لعبت ماتش بيراميدز، لعبت ماتش سموحه، وبعد كده مشيت، ما سافرت على المانيا خلاص، فما لحقتش ولا اشوف مستر لاسارتي طريقته عامله ازاي، ولسه هو داخل بقى مع الفرقه، فهنشوف بقى باذن الله ربنا يسهل مع مستر فايلر، هنشوف يعني هو بيحب ايه، تحركاته عامله ازاي كده يعني. بس تمام، لكن مش عارف صراحه لسه بالظبط، هتشوف، لسه هشوف بقى. لسه هتستكشف بقى اللي بيحصل. طيب،